البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق ويعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا. إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثلما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس، فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلمة والزمهريرة ليحفظوا للدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق. والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف، واجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم. ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله
فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالاً منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 25 توت أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح يونان النبي، اسمه عبري معناه حمامة، وكان ربنا أمره يروح مدينة نينوى وهي حاليا الموصل في العراق، وقال له نادي على أهلها وقال لهم توبوا عن الحاجات اللي بتزعل ربنا منكم. لكن يونان خالف كلام ربنا وهرب وركب سفينة رايحة طرشيش، وهي حاليا تريسوس جنوب أسبانيا قرب جبل طارق. فهاج البحر لدرجة إن السفينة كانت هتغرق، خاف كل اللي في السفينة ورموا حاجاتهم في البحر علشان الوزن يبقى خفيف، وكل واحد كان بيصرخ للإله بتاعه. لكن يونان النبي كان نايم في آخر السفينة تحت نوم عميق، فقال له رئيس السفينة: اصحى، انت نايم والسفينة هتغرق، قوم اصرخ لإلهك علشان ما نغرقش. وبعدين قالوا: احنا عاوزين نعرف مين السبب في اللي بيحصل ده، احنا نعمل قرعة ونشوف. وقعت القرعة على يونان النبي، قالوا له: انت ايه حكايتك؟ انا عبراني وهربان من ربنا، طيب نعمل ايه معاك انت علشان البحر يهدى؟ ارموني في البحر لأني عارف إن ده بسببي.
علشان كنت فاكر اني ممكن اهرب من ربنا. رموه في البحر واصبح في هدوء، لكن طبعا ربنا بيحافظ على اولاده وينقذهم، فبعت له حوت دخل في جوفه 3 أيام و3 ليالي. يونان النبي وهو جوه الحوت كان بيصلي لغاية لما ربنا أمر الحوت إنه يرميه على الشاطئ. ربنا قال له تاني: يونان النبي، روح نينوى وقول لهم يتوبوا لحسن بعد 40 يوم تتقلب المدينة. سمع كلام ربنا وجري بسرعة على نينوى وبلغهم رسالة ربنا، فصاموا وصلوا وقدموا توبة، وربنا قبل توبتهم وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. وعلشان كده احنا كمان بنصوم زي اهل نينوى، وعلشان يونان النبي رمز للسيد المسيح لما قام من الموت بعد 3 أيام، ويونان النبي كان في جوف الحوت وخرج منه حي بعد 3 أيام. رجع يونان النبي لأرض إسرائيل واعتزل في مكان لغاية لما تنيح بسلام وعنده حوالي 100 سنة. بركة صلواته تكون معانا، أمين. وزي النهاردة كمان من سنة 19 للشهداء اللي بتوافق سنة 303 ميلادية، استشهد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية. القديس موريس كان قائد شجاع للفرقة الطيبية اللي من طيبة في مصر، وعددها 6660 جندي، واتنقلت لأوروبا علشان يساعدوا في السيطرة على الثورات هناك، وخصوصا في مدينة أجونام في سويسرا واسمها حاليا سان موريس. وكان الامبراطور ماكسيميانوس في سويسرا، فأمر القائد موريس وأعضاء الفرقة يقدموا ذبايح للآلهة قبل الهجوم، فرفضوا. اتغاظ الامبراطور وأمر بقتل مجموعة منهم علشان الباقيين يخافوا، لكن ما تأثروش، بالعكس زاد إيمانهم. غضب الامبراطور وقتل مجموعة تاني منهم، وكان القديس موريس بيشجع الجنود انهم ما يخافوش من الموت ويفرحهم انهم هينالوا اكاليل الشهادة. وكان في جنود من الكتيبة متوزعين في سويسرا وإيطاليا وألمانيا، أمر بقتلهم. أما القديس موريس كان معاه 520 جندي في أجونام، وربنا عمل على أيديهم معجزات كتير، وآمن عدد كبير جدا من السكان بالسيد المسيح، وأخيرا نالوا أكاليل الشهادة. ويعتبر الشهيد موريس هو شفيع بلاد سويسرا، وبنوا على اسمه كنايس كتير وأديرة ومؤسسات اجتماعية. وفي يوم 28 سبتمبر سنة 1986 ميلادية، استلم البابا شنودة الثالث البطريرك 117 جزء من رفات القديس الشهيد موريس، وموجود حالياً في منطقة الأمبرويس بالعباسية بالقاهرة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم.
هل ليه إلويا مبارك لا باسم الرب لا ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فأنتم لا تدخلوا ولا تدعون الآتين أن يدخلوا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضافا عليكم ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلب بالهيكل فليس بشيء ومن يحلب بذهب الهيكل كان عليه أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن يحلب بالمذبح فليس بشيء ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه يا أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكم والرحمة والإيمان وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجملا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تنظفون خارج الكاس والصحفة وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسا أيها الفريسي الأعمى طهر أولا داخل الكأس والطأس لكي يتطهر خارجهما الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضتان خارجهما يظهر حسنا وداخلهما مملوء عظام أموات وكل نجاسة وهكذا أنتم أيضا
تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئ رياء وكل إثم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاء في دم الأنبياء، فتشهدون إذن على نفوسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء. وأكملتم أنتم أيضا مكيال أبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هانذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبتان، فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعها تأتي على هذا الجيل. والمجد لله دائم.